بعد بتقول انا فتاة عمري 20 عام كلما ارى زميلة معينة لي في الكلية اتشائم من هذا اليوم، يا اما يحدث لي مضايقة في الاتوبيس، يا اما امي تنكد علي في هذا اليوم. وانا لا اقصد ولا اضع هذا في ذهني، صدقني ماذا افعل؟ على فكرة قوانين الكنيسة تمنع من التشاؤم والتفاؤل، لأنها كلها أسباب غيبية لا تدخل في نطاق الحق ولا في نطاق الواقع. وياما ناس بيتشاؤموا مش من زميلة متابعة، من صوت غراب أو من صوت بومة أو من شكل واحد شكله وحش. وفي واحد من العرب كان ليه يوم اسمه يوم بؤس ويوم نعيمه على حسب اللي قابله في السكة. مش أصول تتشال، كلما الزميلة دي تقابلك قول يا رب استر. وربنا قادر يستر عليك منها ويستر عليها من نظرتك انت ليه. ثم تشاؤمك هيفيدك بايه غير النكد؟ يبقى انت بتجيب النكد لروحك. انت غاوية بنتي نكد. اما كون ان امك تنكد عليك في هذا اليوم فليها اسباب تانية، مش سبب لانك انت قابلت الزميلة دي. لازم في سبب ان علاقتك مع والدتك يعني تسمح بالنكد، فانت لازم تصلح العلاقة مع والدتك. اما المضايقات في الاتوبيس ممكن تحصل من غير ما تشوف الزميلة ولا حد، ممكن تحصل لأي حد. بلاش الحاجات دي، دايما خد الامور بعقل، لانك لو اتجوزت وعندك الشعور ده هتتنكدي من اي حاجه برضه، وتنكدي على الراجل مين عارف.